السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع جميل جدا، كل عليك ان انت بس تكتب تكست ويبدأ يجيب لك كل المواضيع المرتبطة بيه والافرع ليه، يعمل لك خريطة ذهنية يعني مايند ماب. طيب انا هاجي هنا واقول له انا عايز اتكلم مثلا عن الجرين بيلدينج، تمام، واقول له سبميت. ولو في حاجة موجودة قبل كده، يعني لو دي تاني مرة، هيقول لي ممكن تعمل لها ميرج. يعني ممكن دلوقتي اقول له ايه، اعمل لي ميرج بين اللي انا هكتبه دلوقتي واللي مكتوب هنا، فهو يبدا يخش عليه. طيب ممكن تقول له هنا انا عايز اعمل اديت، تعدل في اللي موجود، تمام. كل واحده من دول تقدر تعدل فيها لو انت عايز، ممكن تخليها بالعربي، تعدل التايتل، تعدل اليو ار ال، تزود حاجه زي ما انت عايز. يعني ممكن تقول له ازود نقطه معينه مثلا وتديها الاسم اللي انت عايزه، تمام، وتربطها باي واحده فيهم، وتقول له مثلا طب ضيف لي نيو نود او نيو ايدج، تمام، فيبدا يربطهم ببعض بالشكل دوت. طيب ممكن تقول له مثلا انا عايز ايه، اعمل حاجه جديده بس مش هتعلم على دي بقى، ونقول له مثلا تعال نجرب بالعربي، نقول له مثلا مصر، هو يبدا يشوف لنا ايه المواضيع اللي مرتبطه بمصر، تمام. هو حولها لايجيبت وقال لي كايرو، وتقدر تحط طبعا ايه عواصم تانية وأماكن تانية موجودة في مصر. هنا بيقول لك أنت عايزها بشكل جريد ولا بشكل دوت، أشكال كتيرة تقدر تختار زي ما أنت عايز. طيب خلينا نكتب له مثلا كتب وأقول له سبميت. هو هيشوف بقى ريدر، بوك، أسر، كاتب. تقدر تعملها إيديت زي ما قلنا، تقدر تعملها شير، تمام، دي اي اسم وهو يديك اللينك بتاعها. تقدر تعملها داونلود بحيث تستخدمها في برامج اخرى كجيسون او كصوره، او ممكن تعمل لها ديليت لو انت حابب، تمام. فالموقع ظريف يعني. خلينا مثلا نساله عن الارتفيشال انتليجنت مثلا، او خلينا نساله عن الذكاء الاصطناعي، تمام، واقول له سبميت. الجميل ان اي موضوع انت شغال فيه هو هيعمل لك على طول. كويس، عمله بالعربي اهوت، حط لي الذكاء الصناعي وربطه لي بتعلم الاله والشبكه العصبيه ورؤيه الحاسوب ومعالجه اللغه الطبيعيه بالشكل دوت. تقدر تعدل فيها زي ما انت عايز.